ولادي، راني طلت، راني جالسه غير الزرقاء انا ووليداتي، جاو خرجوني وسدوا لي الباب وخرجوني. مشات 41 مليون دولار. 41 مليون باش شريت وخرج ودا النطير دا الفلوس دابا انا خرجوني للزرقاء انا وولادي نصبوا عليا انا دابا جالسه غير الزرقاء انا وولادي ما عندي فين نمشي. راه كنطالب منهم يعاونوني يشوفوا من حالي وحال وليداتي راه كنطالبهم نضرب الصحراء تاعي والمنطقه ديال بنكا باش نكري باش نعيش باش كنطلب الله المحسنين يشوفوا من حالي كنطلب الله من سيدنا يشوف من حالي. خوتي جالية كنطلب لكم سميتو تعاونوني انا سميتو كنشوف الحالة كي دايرة وانا خدمت 28 عام في الصحراء وسميتو جيت شديت هاد الدار ب 41 مليون وشيت على يد النوطير الناس كيكتب على القانون حنا تبعنا القانون شريت هاد النوطير ما دوش سميتو السيدة الفلوسة وجاو سميتو قالت لك تخرج ليها داري وقالت لي وجات الناس سميتو المحكمة الابتدائي والمحكمة ديال الاستئناف جاو القوة وخرجوني انا مشرد انا وولادي دابا كنطلب من سميتو المحسنين وسيدنا يشوفوا من حالي هادشي كيفاش وعايشة المغرب عايش المغرب شي كلمة انا دابا مزاوطة في الزنقة انا ووليداتي انا جالسة في الزنقة كنطلب من المحسنين نطلب من سيدنا يشوف حالتي الرجل جالس متقعد ما نقدر كديها البنكة راه ما عندي باش نكري ما عندي باش نعيش ما عندي باش ندير حتى حاجة. المهم حنا اختي غادي نديرو التليفون ديالك دابا ومريضة بالعصب ومريضة بالحساسية بالضيقة. المهم حنا غنديرو التليفون ديالك دابا فوق المنشور واللي بغى يتواصل معاك اللي بغى يتعاون معاك الله اللي غا يجازيه وتحية الجالية بكثافة وتحية لولاد الناس وتحية لبلاد الناس الله اللي غا يجازيكم هذه رابط بلادنا هذه اختنا حنا كلنا مغاربة وما ضيم غير الله سبحانه وتعالى الله خلقنا على المحبة والرحمة علاش خلقنا الله باش نتعاونوا فين كاين مشكلين عند شي واحد الدار يعطيها لهاد العائله غير يعطيه غير الكراجات حنا ما تعطيهاش الدار تعطيه غير الكراجات وسير دير معاه جميع الحلول دير معاه الالتزامات اللي بغيتي غير نحيدوها من هاد البرد في هاد الليالي نشوفوا لوجه الله عز وجل وما ديم غير الله والحمد لله كما كيقولوا القوي ياكل ضعيف كاين الله عز وجل. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر عايش الملك عايش الملك عايش الملك عايش الملك عايش الملك الله اكبر الله اكبر اخر كلمه لبلاد الناس اوروبا اخر كنطلبهم يعاونوني انا ووليداتي في شي دار مؤقته شي دار مؤقته نسكن فيها تنشوف اش من الحل كنطلب الله كنطلب المحسنين ونطلب الناس اللي كيشوفوا فيا نطلبهم يعاونوني دابا راه الكرا باش نوصل واحد الناس الساكنه مدينه الخميسات الكرا راه ما بقاش الكرا في خميسات من حيت هاد الحمله اللي وقعت على الديور الصفيح راه الكرا ما بقاش انا كنقولها اقسم بالله العظيم الى الكراج ب 4000 وصل 30000 والمراه موحل واش غتلقى الكرا. المهم حنا كنديروا النداء الناس ولاد الناس وبلاد الناس لوجه الله غير حلول غير هاد الايامات ديال الشتاء والبرد فين يدرقوا هاد العائله واللي بغى يدير شي حاجه بينه وبين الله الله اللي غيجازيه وجزاكم الله خيرا. 30 عام في الصحراء ومشاها باء المنطوره 30 عام ديال الصحراء هذا جارنا خونا رفيقنا جارنا حبيبنا الناس غدراوش ما بحالهمش بقات لهم 20000 ريال ديالاش البنت كتقرا في الباك كدير المراجعات الولد غير كيخدم في الديور الولد غير بناي فين غيمشيو هاد الناس والليالي والشتاء والبرد فين غيمشيو الكره ما بقاش في الخميسات الكره ما كاينش في الخميسات الديور ديال الصافيح كاع هجموا على الديور ما عندناش الديور اللي غنعطيو لهاد السيده حنا معاها غير في الزنقه يا ربي يا ربي شوف من حال هاد المراه يا سيدنا الله يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا الله ينصرك الله ينصرك ما شوف هاد المراه هادي وشوف هاد الناس هادو وشوف هاد الناس راه ضعفاء وراه ما بحالهمش و20000 ريال فين غادي يرقوها الدار شاريينها بالقانون والدار شاريينها بالقانون والدار شاريينها بالقانون وبالمخزن والدار وشريها بالقانون والله والله يشد الحق يا ربي شد ليها الحق لا تزيدها يا ربي يا ربي يا ربي ما شد ليها الحق يا ربي ما شد ليها الحق وهاد المرأة ضايعة و20000 ريال في الشهر ربي فين طردتها والراجل مريض والمرأة مريضة بالضيقة والمرأة مريضة بالضيقة
بالحساسية ومريضة بالأعصاب وثمان سنين وهي في الدعاوي وثمان سنين وما كتنعس ما كتشوفو يا ربي شديها الحق وشاريها بعرق كتافو وفي الصحراء 30 عام ديال الصحراء 30 عام ديال الصحراء وهو في الحدود ودابا جاو خرجوه وسدوه بالقفولة الدار اللهم إن هذا منكر اللهم هذا منكر وحسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يا ناسي واجد الشعب وكيل يا السلام عليكم. دخل تدخل سريع ومستعجل لهاد الناس ما يبقوش في الظلم الله يجازيه بخير حقيقة دوك الناس حتى هما راه مشات تكلات الحقوق ديالهم هاد شنو الوالد كتقول في حق هاد المرأة دي كنطلبوا الله يساويهم ماتوا الوالدين ديالي ماتوا خوتي ماتوا عمامي ما عمري مكيت على حتى واحد اليوم جاني بكا بالسيف عمامي بستة والوالدين ديالي وخوتي ماتوا ما عمرني بكيت على حتى واحد واليوم هاد الحالة بكاتني الله يجازيكم بخير رانا خلانيش نبكى نقول حتى حاجة دابا الله أكبر أجي أختي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سي مراد بوعلا هادشي هذا تيحز في النفس لدرجة أننا بغينا نبكيو لأن اليوم تنشوفوا واحد العائلة اللي هي عائلة مظلومة وتم تنفيذ حكم الإفراغ على هاد السيدة هادي صراحة ماشي معقول هادشي هذا في المغرب 2020 في هاد الدولة اللي تنعيشوا فيها دولة المؤسسات باش نخرجوا الناس حوايجهم بهذه الطريقه هذه هذا شيء لا يعقل ولا يقبل بتاتا هذا السيد هذا اللي كان في العسكر 20 عام ولا 22 عام هو تيدافع على الوطن اليوم نزوطوا له حوايجه هذا نكران للزميل هاد الناس هادو نكرنا داكشي اللي السيرفيسي دوزات السيد في الصحراء نكرنا للزميل ديالهم كان هاد السيد هذا ما دار حتى شي حاجه هاد السيد هذا كان تيدافع علينا فاش كنا حنا ناعسين في ديورنا كان هو في السمطه في الحدود للأسف الشديد هذا هو المغرب اللي تتحمل اليوم المسؤولية تتحمل هاد الدولة لأن باش تعطي لواحد الموثق الفلوس وما تتعرفش هذاك الموثق واش شفار ولا حمق ولا سكيري ولا والدولة رخصات ليه أنه يسد الفلوس راه هي تتحمل المسؤولية وهاد البنكة هادي المفروض أنها هي يكون عندها واحد لاسيرونس اللي غتعوض هاد الناس هادو لأن أنا ما عطاتهمش الفلوس في يديهم عطاتهم النوطير نورمال مو خص يكون ان اسيرونس كاين ديجا كاين عنده ماسيرونس هاد البنكه اليوم خصها تتحمل المسؤوليه ديالها ولا كان شي افراغ راه ماشي غير الناس خص يتحملوا المسؤوليه راه النصب على الطرفين راه الخساره خص يتحملوها بجوجهم لا مرات الدار لا الناس اللي شراو شكون اللي جبدو كو صحه خرجوا جبدوا لي الصحه واش بدا تعداو عليك ماشي سلطة عوان السلطة الشهود اللي في الخارج كتمولوا نداء إلى عامل إقليم الخميسات هاد الأسرة اليوم راه ما عندهاش فين غادي تبات نداء إلى عامل صاحب الجلالة ممثل صاحب الجلالة هاد العسكري اليوم إلا كانت تخلات عليه المؤسسة العسكرية فأنت ممثل صاحب الجلالة في إقليم الخميسات ما تخلاش على هاد العائلة هادي على الأقل غدبروا لهم واحد الدار ريثما انهم يسبيو الامور ديالهم ويشوفوا شنو غادي يديروا لان ما يمكنش غادي يباتوا هاد الناس هادو هنا في الخلاء هذا امر غير مقبول عند ولادها تيقراو خص ولادها ما يتاثروش بهاد المشهد هذا الا كنا حنا في المغرب اللي تندعيو انه مغرب متقدم وزيد 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 هذا الشيء راه ما خصناش نبينوا لولادنا اليوم بان هما عرضه للتشرد في اي وقت هذا الشيء ما خصش يكون نداء الى عامل اقليم الخميسات وانا متاكد ان الرساله غادي توصلك هاد الاسره هادي دبروا ليها فين غادي تبات اليوم حتى يرجلوا المسائل ديالهم راه كاينين الديور خاويين عندكم ديال السلطه المحليه ولا هادي المهم شوفوا كيفاش ديروا لهاد السيده هادي هذا عمل انساني ستكونون مشكورون عليه بنادم ينسى كل شيء ولكن هذه السيده هذه راه ما خصناش نخليوها هنا ما خصهاش تجلس هي ولا دار السيده زوجة المتقاعد الذي أفنى المؤسسه العسكريه عيب وعار عليك ان تتنكري لهذا الجندي هذا على الاقل كنتوا اليوم المفروض انكم تكونوا واقفين معاه هنايا هذا اقل حاجه كنتوا ديروا راه باش توفروا لهم منزل راه ماشي شي حاجه اللي هي صعيبه باش توفروا لهم الدار راه ماشي صعيب راه كاينين ديور اليوم خاويين في مدينه الخميسات وانتم ما عندكمش السوارد ديالهم
تعطي ولاد الناس هادو فين غادي يسكنوا بما يريدوا المسائل ديالهم. اختي بوطيب اخر كلمه لبنات الناس كيشوفوا فيك دابا. كنطلبهم يعاونوني، كنطلب سيدنا يشوف هاد الحاله اللي وصلوا ليا، هاد الحاله اللي وصلت انا وليداتي انا مرميه في الشارع. كنطلب المحسنين يشوفوا هاد الحاله. شكرا. ما تقدرش انت سميتو خدمت 28 عام خدمتها في الصحراء بعود موريتانيا غير 7 كيلومتر وزميت وجيت وشريت الدار مازال خدام هذيك الساعه وشريت الدار ب 41 مليون ومشينا على القوانين عند النوتير سميتو ما كملش الاجراءات ديالو والبنكه كتقطع عليا زدت قال لي 35 مليون زدت عليا وسميتو النوتير جمع الفلوس وزاد بحالاته ودابا رجعوا عندي انايا هما خرجوني دابا سميتو ما داروا لي حتى شي عتبة المحاكم سميتو هذيك 8 سنين في المحاكم تحكموا عليا بالافراط دابا وهذا ظلم دابا قاسم في الزنقه حنا قاسم في الزنقه سميتو ما عندنا فين نمشيو اهلا محمد رسول الله احنا ما عندنا قاسم في الزنقه وحنا جوج ولاد سميتو البدايه عندها بكالوريا والدري راه خدام عند الناس سميتو كل خطا فيه مليون واش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.